بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة أخرى من برنامجكم رسائل صحية. هذا البرنامج الذي يطل عليكم يوميا عبر شاشة القناة الثالثة الرياضية من دولة الكويت، والذي نتطرق فيه العديد من المواضيع الصحية والغذائية والرياضية، فإن شاء الله تكونوا متابعين ومستفيدين وفي نفس الوقت مستمتعين معنا. اليوم إن شاء الله بتكلم عن موضوع يمكن داش بالرياضة والصحة وتخفيف الوزن ودائما أسأل عنه، وكنت صراحة في بداية السوشيال ميديا أستغرب لما يتكلمون عنه ويسووا له دعايات خاصة المشهورين والمشهورات، ألا وهو المشهد. يعني بالبداية كنت أسمع وايد يعني دعايات إن لبس المشهد، المشهد هذا يضعف وينحف ويحرق الدهون، فشنو الحقيقة وشنو غير الحقيقة فيما يخص المشدات وعالم المشدات؟ أولاً تم الإعلانات الأولى اللي كانت يعني تطلع أن المشد هذا يحرق الدهون وينحف، كل هذا الكلام ما يصير، لأن المشد لما تلبسه يمكن هو قاعد يخليك تعرق بهالمنطقة هذه فتفقد سوائل، وهذه السوائل ما أنت تفقدها راح ترد تعوضها، لكن هل يحدث فقد الدهون وحرق الدهون؟ أبداً. فإذا أنت قاعد تستخدم المشد حق موضوع التنحيف والتخسيس بهذا الشيء لا يحدث ابدا. طيب الشيء الثاني، بعض الناس يقولون انا استخدمه عشان تشد العضلات، فهل هو يشد العضلات؟ الاجابه هي اذا انت العضله اذا انت ما تحركها، والعضله اذا انت ما تمرنها، والعضله اذا انت ما تستخدمها ما راح تشد لو حطيت يعني احسن مشد او اضيق مشد بالعالم. فالمشد ما راح، مو سحر، هو ما راح يسوي لك التنحيف والتخسيس وحتى شد العضلات. لازم تشد حيلك، تعدل الاكل والرياضه وتستخدم عضلاتك عشان تشد عضلاتك. لكن مع قول ذلك لا زال هناك استعمال طبي ومعتمد لبعض المشدات خاصه من الناحيه الطبيه، وراح اذكر لكم بعض الامثله. يمكن من يعني ابرز الامثله اللي اطباء اصلا ينصحوكم باستخدام المشد هي ما بعد العمليات الجراحيه وخاصه العمليات التجميليه، ونعني بها عمليات شد البطن، شد الصدر، عمليات تكبير الثدي، عمليات شفط الدهون، حتى عمليات التثدي عند الرجال. تلقى طبيب دائما طبيب الجراحة أو طبيب التجميل يقول لك بعد العملية أو بعد الإجراء هذا الأفضل أنك تلبس المشد في هذه المنطقة. طبعا شنو فوائد لبس المشد بعد العمليات الجراحية التجميل؟ طبعا هذا الحين مشد طبي خاص، يعني مو أي مشد تروح تستخدمه تلقى بالمستشفى يعطونك أو الطبيب ينصحك به النوع الفلاني. هذا المشد بعد العملية يسوي عدة أشياء. أول شيء يمنع التورم السولينج أو تورم السوائل وتجمع السوائل في المادة في المكان أو المنطقة اللي تمت فيها العملية. ورقم اثنين يمنع الندوب أو يعني يقلل الندوب. ورقم ثلاثة يقلل من التجلطات والجلطات. ورقم أربعة وهذا شيء مهم جدا إنه يخفف الآلام. شلون؟ طبعا أنت لما تقلل حركة هذا العضو خاصة إذا صاحبه مثلا بالكحة، ما الكحة راح يصير عوار، فهذا المشد أو شيء الضاغط راح يقلل من موضوع الألم الذي يصاحب ما بعد العملية، وبالتالي طبعا راح تقل من جرعات الأدوية والمسكنات اللي تأخذها. أيضا هذا المشد إذا استخدم بالطريقة الصحيحة قد يقلل من موضوع ارتخاء ويعني الغرزات الجراحية والاستيتشز اللي تكون موجودة. فنعم هناك استعمال طبي معتمد فيه خاصة بعد هذه العمليات الجراحية، خاصة العمليات التجميلية. أيضا هناك نوع من أنواع المشدات أو هو يعني بين الحزام وبين المشد يستخدموه أطباء العظام، مشاكل العمود الفقري سواء كان الكيفوزز أو السكوليوسز، الانحناء أو الاعوجاج اللي نسميه. نعم تنعطى بعض أنواع المشدات أو حتى نوع من أنواع الحزم اللي هي ممكن قد تصلح يعني قليلا أو يعني تقلل هذه المشكلة. فكل هذه استخدامات طبية موصى بها ومعتمدة، نفس ما قلنا هذه مشدات طبية حتى يكتب عليها بوست أوبراتيف أو لما بعد العمليات الجراحية، وموجودة بالمستشفيات وموجودة بالعيادات المتخصصة في هذا الموضوع. حتى موضوع يعني المشدات المرتبطة بالعمود الفقري أو حتى هي نفس ما قلت لكم بين الحزام وبين المشد هي في أماكن خاصة تنباع بها هذه الأشياء. خلنا نأخذ فاصل قصير ورد نكمل في موضوع المشدات. ورجعنا لكم بعد الفاصل والحديث متواصل على موضوع المشدات، هل هي مفيدة وغير مفيدة ومتى نستخدمها صح ومتى نستخدمها خطأ. فقلت لكم أن المشدات
هناك استخدام طبي معتمد لما بعد العمليات الجراحية. الحين حق موضوع الرياضة، هل أنت لما تستخدم يعني المشد وهو راح مثلا يساعدك في الأداء الرياضي أو يزيد أداء رياضي؟ أو شيء خلنا نفرق بين شيئين. بعض رياضات حمل الأثقال يستعملون هو مو مشد، أكثر من حزام يكون موجود، هذا حق المحترفين، هذا حق موضوع الوقاية من الافتاق أو الهيرنيا وحتى تثبيت الظهر، لكن هذا مو مشد أكثر من حزام. طيب، وهذا شيء تشوفونه يعني إذا أنتم متابعين للدوريات العالمية، بعض اللاعبين يلبسون فعلا هذا التايت تحت سواء فوق الجزء العلوي أو الجزء السفلي، هل هو يزيد من السبورت بيرفورمانس أو أداء رياضي؟ صراحة الدراسات بهذا المجال لا تؤكد أن لبسه يزيد من السرعة أو الأداء الرياضي، لكن نقول الآتي: إذا أنت كرياضي ولما تلبس مثلا هذا اللباس اللي نسميه الضاغط أو المشد وتحس أن أدائك رياضي أفضل، تسوي رياضة بصورة أفضل، إحنا ما عندنا مشكلة، لكن بشرط، وهذا الشرط أيضا ينطبق على المشد التجميلي اللي راح أقول لكم عنه. المشد الرياضي إذا بتستخدمه يجب أن يكون رقم واحد جودته زينة، رقم اثنين المادة اللي مصنوعة منها نسميها أنتي بكتيريا المضادة للبكتيريا، بريذابل ما يقمت الجسم عشان عملية التعرق، والشيء المهم جدا أو القاعدة الأساسية أن أي مشد حتى الطبي ما يكون وايد ضاغط. المشد الضاغط وايد، وهذه يعني العديد من يعني البنات يسوونها، انه وايد يشدونها وايد يضغطونها ظنا منه انه افضل، لا هو اسوأ. اذا انت كل انسان اذا بيستخدم المشد خاصة طبي له مقدار معين من الضغط، لما تزيده قاعد تضغط على الاعضاء الداخلية، قاعد تسوي بريشر، وهذا شيء سيء جدا. وانا شفت بعض حالات من كثر ما شدتها صار في كسر ببعض الاضلاع اللي موجودة عندهم، فانتبه من موضوع انك تشد اكثر من الامكان. اذا كان طبي دائما اسال الطبيب او عنده بالعياده خي علمك شلون تلبسه. فالمشد الرياضي نفس ما قلنا ماكو دراسات تقول انه يزيد من الاداء الرياضي، لكن احنا ما عندنا مشكله انك تلبسه بشرط الشروط اللي قلناها تكون جودتها زينه، مصمم لممارسه الرياضه، وانه ما يكون وايد تايت وما يكون وايد ضيق. اني الحين على المشد التجميلي اللي هو بعض الناس يستخدمه ان عنده زوائد دهنيه، على سبيل المثال الرجال في منطقه الصدر او في منطقه معينه، شنو الراي الطبي بهذا الموضوع؟ بكون معكم صريح، انا كطبيب ما عندي مشكله انك تلبس المشد بالشروط اللي قلناها، ان يكون جودته زينه وانه ما يكون وايد ضيق، لكن انا كطبيب اقول لك حل المشكله الموجوده. على سبيل المثال اذا انت عندك مثلا زوائد دهنيه في موضوع الصدر عند الرجال، فالافضل تروح عند الجراحه وتشوف هل هذه الدهون ممكن انها تروح مع الرياضه والحركه، او هل هي دهون عنيده تحتاج الى عمليه شفط بسيطه. اذا عندك مثلا على قولتهم بالكويتي كريشه صغيره، يعني اوكي بتلبس المشد بعرسك او عندك شيء، بس هذه الكريشه البسيطه او الدهن سوي رياضه، عدل اكلك راح تروح هذه الكرشه. او اذا كان في زوائد مثلا دهنيه بالارداف او شيء سواء للرجال والنساء، حل المشكله الموجوده. يعني قد يكون المشد يعني بالطريقه الصحيحه إجراء مؤقت، إحنا كأطباء ما نعارضه إذا تم بالطريقة الصحيحة، لكن دائما نقول حل المشكلة الموجودة. في مشكلة موجودة حلها بالطريقة الصحيحة. عندك مناسبة اجتماعية، أيا كان مناسبة اجتماعية تحتاج أن الجسم يكون يعني مناسب لهذه العملية الاجتماعية، ما عندنا مشكلة، لكن حل الموضوع اللي موجود أفضل من أنت تلجأ إلى حل مؤقتة. فهذه موضوع المشدات، في مشدات طبية معتمدة تحت إشراف طبي، في المشدات الرياضية بشروط ما عندنا مشكلة معاها، وفي المشدات الشكلية أو التجميلية ما عندنا مشكلة معاها، بس نصيحة حل الشيء الموجود، لا تلجأ للحلول المؤقتة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، إن شاء الله توعينا على موضوع المشدات واستفدنا. نشوفكم إن شاء الله غدا في نفس هذا الموعد، ومع السلامة.